فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم في صحيحه. قال: وهذا يدل على أن الفصل بين العبادتين أمر مقصود للشارع. نعم، كذلك مما نهينا عن التشبه بهم فيه مواصلة الصيام، ومواصلة الصيام هو أن يصوم الأيام لا يفطر بينها. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن الوصال عملا بقوله تعالى: ثم وكلوا واشربوا حتى يتبين أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فجعل الصيام ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلا يزاد من هنا ولا من هنا، ونهانا عن الوصال. لكن يشكل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواصل، ولهذا قال له الصحابة: يا رسول الله إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم. هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم أنه يواصل، هذا من خصوصياته. أما نحن فمأمورون بالفصل بين العبادتين، بالإفطار ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، والواجب علينا الامتثال في هذا الأمر.